الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى إتمام ما كنا بصدده من تفسير الحديث 18 في باب صلة الرحم و بر الوالدين، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال: يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. وصلنا من شرح هذا الحديث إلى هذه الجملة الأخيرة من قوله صلى الله عليه وسلم: فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وكنا نتساءل عن معنى هذه الجملة الأخيرة: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وقلنا معنى هذا الكلام أي بيني وبينكم صلة قربة، وهذه الصلة تحملني مسؤولياتها، وأنا أعدكم أن أتحمل هذه المسؤوليات في الدنيا توجيها وتربية وإرشادا، وفي الآخرة شفاعة إن أذن الله سبحانه وتعالى وقدر. وتحدثنا عن الشفاعة التي أعدها الله عز وجل لرسوله، وقلنا إن هنالك شفاعة كبرى تعم الخلائق أجمع ولسنا بصدد الحديث عنها، وهنالك شفاعة صغرى يشفع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لفئات وأناس كثيرين من أمته، ولكن منهم لا يستطيع أحد أن يجزم بأنه داخل فيه. وقد أخفى الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وله عز وجل في ذلك حكمة، وأي حكمة؟ من ذلك أن الإنسان لو علم بناء على مواصفات معينة أنه ممن ستشمله شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلسوف يحمله ذلك على التوكل، ولسوف يحمله ذلك على الاعتماد على هذه الشفاعة، ولكن الله عز وجل أخفى عنا هذا الأمر. أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم شفاعة، هذا ثابت، لكن هل سأدخل أنا في هذه الشفاعة أم لا أدخل؟ ومن هم الذين يدخلون؟
أخفى الله سبحانه وتعالى ذلك عنه، إلا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يعد أنه سيطلب من ربه عز وجل هذه الشفاعة في حدود ما يأذن به الله عز وجل. ومن هنا نعلم أن الشفاعة التي وعد الله بها رسوله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هي في الظاهر شفاعة يتدخل بها المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكنها في الباطن إذا تأملنا رحمة يرحم الله عز وجل بها عباده، وإنما جعل هذه الرحمة تسير إلينا عن طريق نبيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تكريما له وتعظيما له، شاء أن يجعله واسطة رحمته. منبع الرحمة الله عز وجل هو مصدرها وهو مولاها وسيدها، ولكن الله جل جلاله جعل نبيه صلى الله عليه وسلم واسطة في ذلك. فالمسألة إن دلت على شيء فإنما تدل على إكرام الله عز وجل لنبيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لاحظوا الحوض الذي أكرم الله به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الحوض هو ذاته الكوثر، لكن القسم الذي يوجد منه في الموقف قبل دخول الجنة يسمى حوضا، والقسم الآخر الذي يسري في داخل ذلك العالم الكبير الذي يسمى الجنة يسمى كوثر، وهو شيء واحد. الباري عز وجل أكرم بهذا الحوض نبيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن هل ينال شربة من هذا الحوض من لم يغفر له الباري سبحانه وتعالى، ومن لم يتجاوز سيئاته بالصفح إطلاقا؟ فالمغفرة إنما هي من عند الله، وتنفيذ الإكرام إنما هو بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في الصحيح أن أناسا يذابون، يعني يطردون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، كما يزاد البعير الضال، البعير التائه الذي دخل بين جمال غريبين عنه، فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هلم ألا هلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يناديه، ولكن مناديا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. الرسول عليه الصلاة والسلام يناديهم ليكرمهم، ولكن بما أن الله لم يأذن وبما أن الله لم يشفع لهم لا تنفعهم شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل يأتي النداء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم، لأنك لا تدري كم بدلوا من بعدك. إذن ماذا نفهم من هذا الكلام؟ نفهم أن الله عز وجل أكرم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بشفاعة، لكن من ذا الذي يؤتاها؟ ومن هو الذي سيحرمها؟ علم ذلك عند الله عز وجل. وهل يملك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لمن شاء هكذا؟ لا،
إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه حقيقة ينبغي أن نكون على بينة منها. وعلى هذا الأساس نعلم أن لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة لا تنكر صغرى وكبرى، ولكننا نعلم أيضا أن منبع العطاء والرحمة والإسعاد إنما هو الله عز وجل، يعني مصدر ذلك الباري سبحانه وتعالى. فهذا أحد المعنيين لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة وآل بيته وأسرته، أي لخاصته كما يقول عليه الصلاة والسلام. هذا هو أحد المعنيين لقوله غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، أي سأتحمل مسؤوليته. أحد شطري هذه المسؤولية هذه الشفاعة التي يعدنا بها، ويعد طبعا من باب أولى آل بيته. المعنى الثاني لهذه المسؤولية الرعاية الدنيوية والقيام بشؤون الأسرة والتربية والحجز عن المعاصي والحجز عن الانحرافات، هذه أيضا مسؤولية القريب تجاه أقاربه، مسؤولية رب الأسرة تجاه أعضاء الأسرة. أي أن كل منا ينبغي أن يقول هذا الكلام الذي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل بيته: أنقذوا أنفسكم من النار، إني لا أغني عنكم من الله شيئا. تقولها لابنك، لابنتك، لزوجك، ولكنك تتبعها بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير أن لكم رحما، أي صلة قربى بيني وبينكم، سأنهض بمسؤولياتها جهد استطاعتي. هنا تقول سأنهض بمسؤولياتها في الدنيا، لكن في الآخرة هل سيجعلك الله شفيعا لأهلك وأولادك؟ قد لا تعلم ذلك، لا تعلم ذلك. وكم من إنسان صالح أكرمه الله يوم القيامة وأكرم به ذريته، وقد وعد الباري سبحانه وتعالى هذا، ولكن من هم؟ لا ندري. أخفى الله ذلك عن الشافع، وأخفى الله ذلك أيضا عن من يشفع له، وقد أوضحنا في ذلك الحكمة. المهم أن هذا المعنى الثاني للمسؤولية يشترك فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الناس الذين هم مثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن لهم خاصة أرحاما أقارب. تقول: أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا، اللهم إلا المسؤولية التي أناطها الله بعنق تجاهكم فسأتحملها. ما هي هذه المسؤولية؟ مسؤولية التربية، مسؤولية الرعاية، مسؤولية التوجيه نحو الخير، مسؤولية الحراسة أن لا يند ابنك أو أن لا تشرد فتاتك وابنتك عن صراط الله سبحانه وتعالى إلى أي انحراف، وأن تعلم أنك إن غفلت أو تساهل فأنت شريك مع ابنك أو ابنتك أو قريبك فيما تحملوا من وزر. هذا شيء من بداهيات الدين ومن ضرورياته ومما نص عليه كتاب ربنا عز وجل ومما أكده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وقد أتينا على هذا الكلام مرارا وفي كل مناسبة، وربما ضاق بعض منا بهذا التكرار
لكن ما الذي يحوجنا إلى هذا التكرار؟ الذي يحوجنا إليه غفلتنا عن رعاية هذه المسؤولية، وهي أخطر ما قد عرفت من المسؤوليات الاجتماعية في دين الله عز وجل. أنا لا أعلم أخطر في ميزان الشرع من مسؤولية رب الأسرة تجاه أولاده وبناته وذويه. فلما كانت هذه الغفلة مستمرة، ولما كان التساهل مستشريا، كانت الضرورة داعية إلى تكرار هذا الكلام مثنى وثلاث ورباع ونحو ذلك. والله عز وجل من شأنه أيها الإخوة أن يبتلي عباده، يأمرهم بالسير نحو ما قد فرضه عليهم، ثم يبتليهم بطريق شائك إلى ذلك الهدف، يبتليهم بطريق مليء بالأشواك، مليء بالعقبات. ترى أيتجاوزون هذه العقبات ويستسهلون السير فوق هذه الأشواك لأن الحب الذي في أفئدتهم لمولاهم قد تغلب على هذا الأذى، ولأن الخوف من مولاهم قد تغلب عليه؟ أم إنهم سيركنون إلى الراحة وسيضحون بأوامر الله وبحبهم لله وبخوفهم الوهمي من سخط الله عز وجل ثم يتقاعسون لأن الطريق متعرج ولأنه مليء بالعقبات والأشواك؟ الدين قائم على الابتلاء أبدا أبدا. الباري عز وجل ما وضعنا أمام أهداف ثم فرش بيننا وبين تلك الأهداف بساطا أحمر، ولا فرش بيننا وبين تلك الأهداف طريقا مفروشة بالرياح. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الخبيث ليمتاز عن الطيب إلا بالهز، إلا بهذا الافتتان، إلا بهذا الابتلاء. عندما يجتمع الحشد على هذا الطريق الموصل إلى هدف الله ويجدون العقبات والصعوبات والمخاطر، تجد أن هذا الجمع تميز إلى فريقين: فريق تغلب عليه حب الله والخوف من الله وتعظيم حرمات الله فخاض هذا الطريق وأعانه، وفريق آخر لوى برأسه وأعرض. هذه سنة الله عز وجل، ونحن لا نزال نبصر هذا الطريق فنتقاعس، ومن ثم لا نتحمل مسؤوليات أولادنا وبناتنا. الباري عز وجل يبتليني بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويبتليني بطريق ربما كانت شائكة وربما كانت فيها مخاطر، ويبتليك أنت بالتنفيذ لأن لك أولادا ولك بنات. وعندما ينهض الكل بواجبه وينهض ويبتلي الحاكم بالتطبيق على مستوى الأمة كلها ورعاية دين الأمة أجمع أو جمعاء، وعندما ينهض كل بمسؤولياته، الباري عز وجل يتجلى على عباده هؤلاء باللطف والإحسان والإكرام والتوفيق وجمع الكلمة ورفعهم إلى مصاف العزة. هذه سنة الله عز وجل في الكون قطعا. الباري عز وجل يبتليك بموقف تجد فيه أن ابنتك إما أن تكون على النحو الذي أمر الله سترا وصيانة،
وعندئذ قد يخيل إليك أنك تغامر بمستقبلها وأنك تغامر بثقافتها، أو لا تغامر، ترعى هذا الذي تسميه مستقبلها وثقافتها، وعندئذ تغامر بماذا؟ بسترها وصيانتها ودينها. هذا في الصورة والمظهر. لكن إذا صدقت مع الله وسرت خطوتين أو ثلاث خطوات في هذا الطريق تداركك الله فلم تقع لا المخطرة، وجمع الله لك بين الحسنين. كلام نقوله. طيب لماذا لا يرعى أرباب الأسر أسرهم كما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه؟ مهمة مسلي أن يقول، ومهمة أمثالكم أن ينفذوا. وأنا قلت وأقول أكثر من مرة إن كل تصرف في كل مؤسسة أو معهد أو مدرسة يتجه إلى منع الفتاة المسلمة من وضع حجابها ممارسة خاطئة تتناقض وهدف هذه الأمة دولة وشعبا. وهنالك من يريد أن يثير فتنا ومشكلات، وهو يريد قبل ذلك أن يمزق أمر الله عز وجل عن طريق هذه الممارسات الخاطئة. فلماذا لا تقفون في وجه هذه الممارسات؟ قلت وقلت وأقول إن دور الشبيبة في هذه البلدة لا سيما في العهد الآتي المبارك إن شاء الله عز وجل هو دور واحد لا ثاني له: حماية الفضيلة، حماية الأخلاق، حراسة الفتاة ضد الرذيلة، ضد الانحراف. بهذا تستطيع الشبيبة أن ترفع رأسها عاليا، وبهذا نحن نرفع رؤوسنا بالشبيبة عاليا. هذا هو دورها. ولئن كانت هذه الفئة ضلت السبيل إلى دورها ربحا من الزمن فلقد آن أن تنعطف على النهج الصحيح وتعود فتمارس دورها. وهذا هو واجبها، وهذا هو النهج الذي يتفق مع توجه السياسة العليا في هذه البلدة. وأنا أقول هذا الكلام من مستوى اليقين. كم قلت هذا الكلام وكم أعدت، والبارحة كنت أقول هذا الكلام وعلى مسمع من مسؤولين، والمسؤولين يعلمون ويشكرون، لأن هذا هو الواقع. بقي شيء واحد، هي الحلقة المفقودة. أين الذين ينفذون؟ أين الذين إذا حيل بينهم وبين فتياتهم وبناتهم، حيل بين فتياتهم وبين الاحتشام وممارسة الواجب الإسلامي، أين الذين يتفاعلون مع ما أقول ليقفوا في وجه الممارسة الخاطئة، ليقفوا في وجه هذا الأمر؟ لا نجد إطلاقا. الكل متغافل، الكل يكتفي من إسلامه بكلام، بشعار، بأوهام، وانتهى الأمر عند هذا الحد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: غير أن لكم رحما سأبلها ببلاله. في صلة قربة بيني وبينكم أتحمل أنا مسؤوليتها. لك رسول الله يقول هذا الكلام، أليست لكم أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ووالله إن الأمر كما قال المثل العربي
المرء حيث يضع نفسه، فمن وضع نفسه موضع المهانة بيس بالنعال، ومن وضع نفسه موضع الكرامة كرمه الناس. نعم، وأنا قلت ولا أزال أقول إننا عندما نعبر عن مشاعرنا في هذه الأيام المباركة إن شاء الله، وندعم هذا الإنسان في تحمل مسؤولية جديدة لمرحلة جديدة إن شاء الله، إنما نريد أن يشعر الناس جميعا أن الإسلام بحقائقه وفضيلته وأخلاقه يمتزج مع مشاعر هذه الأمة في تحقيق هذا الهدف الذي أقول. طيب، عندما أريد أن أنفذ هذا الأمر، يعني عندما أريد أن أعلن صوت الإسلام بموقف إيجابي في هذا الأمر، كيف يكون سبيل ذلك؟ يكون سبيل ذلك بأن يكون الحشد النسوي في الشوارع حشدا تتلألأ فيه مظاهر الحشمة، لأن تكون الفتيات اللائي يخرجن للتعبير عن مشاعرهن الإيجابية كل مظهر فيهن يعبر عن أنهن مسلمات قانتات عفيفات مستقيمات، وهن يعبرن عن هذا المعنى. إذن لاحظوا كيف أن الإسلام اندمج مع هذا الشعور، فكان من ذلك تعبير، وأي تعبير؟ فمن جاء ليفصل بين هؤلاء الفتيات ومظاهر إسلامهم ومظاهر عفتهم، فما معنى عمله هذا؟ إنه يقول لا دور للإسلام بأن ينطق كلمة إيجابية في هذا الصدد، ليس للإسلام أي كلمة في هذا الأمر. لا يا أخي، الإسلام هو أول من يريد أن ينطق بهذا. الإسلام من خلال المسلمين ومن خلال المسلمات، من خلال المسلمين المتمسكين بإسلامهم، من خلال المسلمات المتمسكات بإسلامهم، هو الذي سيقول قبل كل أحد إننا مع هذا الرجل في السير على النهج القويم الذي يرضي الله ويعتق هذه الأمة من مشكلاتها. واضح جدا أن من يأتي فيحاول أن يكشط السمة الإسلامية عمن يريد أن يرفع لواء الإيجابية فهو يقول خل الإسلام وراءك، فليس له دور إيجابي في هذا الموقف، وتعال بدون إسلامك. لا، ليس هذا هو الموقف المشرف في مثل هذه الأيام المباركة إن شاء الله تعالى. لا أبدا. لماذا لا يفقه هذه الحقيقة كل والد؟ لماذا لا يتحمل كل أب هذه المسؤولية؟ ولماذا لا يضعها من حياته موضع التنفيذ بقوة وإصرار؟ إذن ستجدون من يهللون لكم من المسؤولين، وستجدون من يدعمونكم من المسؤولين، ولكن عندما يتخاذل الناس فهم يدعون الآخرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود. جاءه رجل من الصحابة فقال ألا تدعو الله لي يا رسول الله؟ لعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمس منه التخاذل، مسند ظهره إلى جدران الكسل، لا يريد أن يفعل شيئا، لا يريد أن يتحمل مسؤولية، لا يريد أن يمارس واجبا، فقط يريد أن يقول لسيدنا رسول الله أدعو الله لي.
علم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فقال له أعني على نفسك بكثرة السجود. وفيكم من ينتظر أن أقول وأقول وأقول، وأنا أيضا أقول أسوة بسيدنا رسول الله، أعينوني على أنفسكم بكثرة السجود، أعينوني على أنفسكم بسلوك، أعينوني على أنفسكم بوقفة ترضي الله وترضي عباد الله سبحانه وتعالى. نتجاوز الممارسات الخاطئة التي لها أغراضها، نتجاوز الممارسات الخاطئة التي تريد أن تعكر صفو هذه الفرحة، نتجاوز هذه الأخطاء ولا ندع من يمارسها بشكل من الأشكال. نحن أيها الإخوة مقبلون على عهد تتضافر فيه المشاعر الإيمانية والسلوكات الإسلامية مع المعاني الوطنية أيضا، ولسوف نسير قدما على هذا النهج الذي يرضي الله عز وجل، ولكن الأمر يحتاج إلى يقظة وحكمة ومعرفة لهذه الحقيقة التي نقولها. فإذا تغافل الإنسان من لن يعينه أحد. عندما أمد يدي إلى إنسان هل ينهضني، ينبغي أن أجمع كياني للنهوض، وعندئذ تتلاقى محاولتي مع طاقة أخي. أما أن أركن إلى الكسل وألصق نفسي في الأرض، بل أتمدد بكل جذعي على الأرض ثم أمد يدي إلى من يعينني، لن يعينني أحد، لن يعينني أحد. من حقهم أن لا يعينني، لا على مستوى مسؤولين ولا غير مسؤولين. وقل كم مرة وأقول إن في الناس، وهم ويا للأسف كثر، من يتصورون أن على رجال العلم وعلى الحكام أن يحملوهم على أكتافهم ويدخلوهم إلى الجنة، ولهم وهم محمولون على الأكتاف أن يمارسوا ما يشاءون، أن يمارسوا تخاذلهم، أن يمارسوا تقلبهم في متاعهم، في انحرافاتهم، في نسيانهم، وأن يكتفوا من الإسلام بمظاهره، وعلينا نحن أن نحملهم على الأكتاف ونلقيهم في الجنة. لا نحن نستطيع أن نفعل هذا، ولا رب العباد يجيز لنا هذا، ولا هي سنة الله سبحانه وتعالى في عباده إطلاقا بشكل من الأشكال. هذا المعنى الذي يقوله سيدنا رسول الله، ما مرة وقفت عليه إلا وطافت بذهني هذه الصور عندما جمع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصته، أسرته القريبة والبعيدة، وقال لكل فرد أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار، ما بستطيع فيكم شيء استثنى إلا رحما سأبلها ببلالها، أي سأتحمل مسؤوليتها في الدنيا إرشادا وتوجيها، وفي الآخرة شفاعة في حدود ما يأذن به الله سبحانه وتعالى لي. أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم ربنا أن ديننا عزيز علينا وأوامره غالية علينا، وأننا مستعدون أن نضحي بكل شيء في سبيلها، ينبغي أن نفعلها. فإذا فعلنا هذا ربي عز وجل يسهل لنا الطريق، ويجعل الأمة يعين بعضها بعضا، ويؤلف بين الفئات. لكن إذا ما فعلنا ذلك، اليوم يسألني الشاب جاء لاهثا وأراد، قال سؤال مهم جدا جدا، ما سؤالك المهم؟
قال فلان ولعله يقصد نفسه، وقال أخي أظن لكن لعله يقصد نفسه. قال في مؤسسة معينة أو في مكان معين يسألونه أأنت تصلي؟ أأنت تحضر الدروس؟ ماذا أصنع؟ سبحان الله، ماذا تصنع؟ أخرج هويتك وأعلن عن هويتك. أنت تصلي أم لا؟ قال نعم. قلت صلي، أنا أصلي. إذا كنت مسلما وتصلي وتلتزم أوامر الله فقل أنا مسلم وأنا صادق في إسلامي، أصلي، أصوم، أبتعد عن المحرمات جهد استطاعتي. وإذا كنت تحضر دروسا قل أنا أحضر دروسا في المكان الفلاني في المكان الفلاني، وأنا في الوقت ذاته إنسان وفي لبلدي، وفي لوطني، لا أنتمي إلى أي جهة تستغل الدين وتستغل الإسلام. قل هذا الكلام. قال ولكني إذا قلت هذا الكلام وقعت في خطر. أي خطر يا شيخ؟ ما هذا الكلام الذي تقول؟ أصحيح أنك مسلم؟ أأنت جاد؟ متأكد أنك مؤمن بالله؟ أنك عبد لله عز وجل؟ لو كنت عبدا لله لما قلت هذا الكلام. من الذي ينفعك غير ربك؟ من الذي يضرك غير ربك؟ من الذي يعطيك غير ربك؟ من جعل همه هما واحدا كفاه الله هم الدنيا والآخرة. من جعل همه هما واحدا مرضات الله عز وجل، تحقيق مرضات الله، كفاه الله هموم الدنيا والآخرة. ومن كانت الدنيا همه أفشى الله ضيعته وجعل فقره نصب عينيه، ولم يأتي من الرزق لم يأته من الرزق إلا ما قدر له. ماذا؟ ثم أنت بهذا تسيء الظن إلى المجتمع الذي أنت فيه. والله لا المسؤولون على هذا المستوى من محاربة الإسلام ولا المجتمع، وما أكثر الذين يمارسون إسلامهم ويصلون صلواتهم ويلتزمون أوامرهم وأعلنا وأمام المسؤولين الذين هم أيضا مؤمنون ومسلمون مثله، وما قال أحد منهم شيء. المرء حيث يضع نفسه، المرء حيث يضع نفسه كما قال المثل العربي. لكن هل الأمر بهذا الشكل؟ هذه إساءة على درجتين. أولا إساءة إلى الله، ثانيا إساءة إلى سمعة البلد. ورب رجل يخرج من هذه البلدة يقول والله ما مستر لي واحد يا أخي يقول أنا عم صلي. مو صحيح، والله مو صحيح، أبدا مو صحيح هذا الكلام. والإنسان الذي ينفذ أمر ربه سبحانه وتعالى بصدق وبإخلاص لله عز وجل ولا يستغل الدين لأشياء أخرى سيجد إكراما وسيجد تشجيعا وسيجد كل ما يمكن أن يجده من عون. نعم، أنا البارحة قلت في حفل في الجامعة، قلت قريبا سنجد بإذن الله تعالى أن اتحاد الطلبة هو الذي يرعى المسجد الجامعي، هو الذي يرعى أمر الصلاة وشؤونها في الجامعة، وهو الذي يذكر وينبه بهذا، وهذا وشيك وستجدونه إن شاء الله تعالى. نعم، لكن لابد من أن نعتز بإسلامنا ومن أن نكون حكماء بسيرنا إلى الله عز وجل. هذه هي التتمة التي أرجعنا إتمامها من شرح هذا الحديث إلى هذا اليوم. بعد ذلك يأتي الحديث الذي يليه عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة
وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. متفق عليه. أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق ذكره في أحاديث مرة، قال إن رجلا جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أخبرني بعمل يدخلني الجنة. لعلنا ينبغي أن نقف باب أبي بدء عند هذه الكلمة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. أسند هذا الرجل دخوله الجنة إلى عمل ما، وطلب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدله عليه. فهل يدخل أحدنا الجنة عمله؟ كلام هكذا، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، يعني كأنما يسأل عن عمل يستقل بإدخالك الجنة، بإدخاله الجنة. حقيقة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكيف نجمع بين هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يسأل عنه هذا الصحابي وقد سكت رسول الله على كلامه وما صححه؟ يعني ما قال وهل العمل يدخلك الجنة؟ العمل لا يدخل الجنة. ما وجه التوفيق بينهما وما حقيقة الأمر؟ إن أردنا أن نتصور أن العمل بحد ذاته من صلاة، من صوم، من زكاة، من حاج، من أذكار، طاعات، إن أردنا أن نتصور أن هذه الأعمال بحد ذاتها تملكك الجنة وتعطيك الحق، تعطيك الحق في دخولها، فاعلم أن هذه الأعمال أقل من أن تفيدك مثقال ذرة من ذلك. إذا كنت تريد بهذا الكلام أن تتصور أن العمل بمثابة ثمن تبذله، وأنتم تعلمون أن الرجل إذا علم أن عقارا يساوي مليون وأخرج المليون وأعطاه، ما الذي ينتهي إليه حال هذا الإنسان؟ رأسا يتملك العقار ويأخذه حتما وبدون منة، لا يستطيع صاحب العقار أن يتمنن عليه، يشترى بماله بعرق جبينه. إذا كنت تتصور أن العمل الذي تعمله مثل هذا الثمن تشتري به الجنة فتتملكها فتصبح من حقك، فأنت مخطئ، أنت مخطئ. الذي يدخلك الجنة هو ربك، والذي يكرمك بنعيمه ورغده هو ربك. وما العمل؟ وما دور العمل؟ الباري عز وجل جعل دور العمل كإجازة مرور. أرأيت إلى إنسان يريد أن يدخل بلدة، هل يمكن أن يدخلها أو أن تدخله سلطات تلك البلدة إليها إلا بإجازة مرور، بباسبور، بجواز؟ كذلكم العمل أيها الإخوة، هذا العمل شاهد على أنك هويتك عبد لله، كنت تمارس العبودية لله، لم تكن تتكبر على الله، ولم تكن تتأبى في دنياك على هذه العبودية،
مجموعة أعمالك عبارة عن بطاقة هوية كشفت عن هويتك أنك عبد مملوك لله سبحانه وتعالى. بوصف كونك عبدا تذللت في دنياك لله واستسلمت لأمره وسلطانه، يقول لك أدخل الجنة الآن تماما. ولله المثل الأعلى، الذي يحمل جواز ويخرجه أمام السلطان، ما الذي يكشف الجواز عنه؟ يكشف أنه مواطن صالح، أنه ليس عدوا لهذه البلدة، أنه ليس إنسانا سيئا يريد بهذه البلدة أو هذا المجتمع سوءا. يقال له ادخل، جواز أدخل ولا هوية أدخلته؟ هويته أدخلته، لكن الجواز ما هو؟ عنوان على هذه الهوية. فالباري سبحانه وتعالى يملك أن يدخلنا الجنة وأن لا يدخلنا إياها، يملك أن يسعدنا بدون طاعة، ويملك أن يشقينا بدون معصية. ألسنا ملكا؟ ألسنا عبيدا؟ ألسنا في قبضته؟ ما في مالك مملوك حقيقي في الكون أبدا إلا مالك واحد هو الله. فأنت لست مالك دارك إلا مجازا، ولست مالك بيتك ومالك إلا مجازا. ولما كان في رق ليس السيد مالكا لعبده إلا مجازا. ما في واحد اسمه مالك واسمه مملوك حقيقي أبدا، بس مالك واحد. من هو ربنا؟ مالكنا، هو مالكنا الحقيقي، ونحن مملوكون له حقيقة. المملوك يفعل به مالكه ما يشاء، يتصرف به كما يشاء. هل يستطيع المملوك أن يقول له تفضل هذه طاعاتي قدمتها ومن حقي أن أدخل بها جنتك، ولن تستطيع أن تقف في طريقي إلى هذه الغاية؟ هذا هو الكلام. مين أنت يا أيها الناس؟ أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. نحن مملوكون لله، لكن الباري ألزم نفسه ولا ملزم له. إذا اصطبغنا بصفة العبودية له وأعلننا عن أننا عبيد لله له، وتطامنا لحبه، وأعلننا جهد استطاعتنا عن السير تحت سلطانه وتحت مظلة أحكامه، وعدنا أن يدخلنا في رحمته وأن يكرمنا بجنته بفضله بمنه وكرمه، ما الذي يدل على أننا اصطبغنا بهذه العبودية؟ عبادة، طاعة، التزام أوامر، اجتناب نواهي. هذا هو الذي يكشف عن هويتنا. الباري سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب لو كانت التقوى هي ثمن دخولك الجنة، إذن أنت لست بحاجة إلى رحمة الله. ليش الرحمة؟ ولكن ماذا يقول الله؟ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. أكتب هذه الرحمة. إذن عندما تدخل الجنة ولو كنت تملك أوقارا من الطاعات، إنما تدخل الجنة برحمة الله. هذا شيء. شيء ثاني، لو أنني تصورت أن العمل ثمن لبراءتي عن المسؤوليات والنعم التي أغدقها الله علي، ومن ثم أملك أن أدخل جنته،
لازم قديش لازم اعمل من الطاعات حتى حقوق الله اولا تروح عني، وبعدين بقى كمان شو اخذ الجنة؟ بالاول الديون اللي علي لازم تتوفى. طيب كم من الطاعات؟ افرض يا سيدي عيونك ما استخدمت الا في عبادة الله، اذناك ما استخدمتهما الا في طاعة الله، لسانك ما انطقته الا بذكر الله، جزعك ما حركته الا بسجود وركوع، ليل نهار منذ ان عيت على الدنيا الى ان رحلت عنها، هل كل عملك هذا يكون كفاءة نعمة واحدة انعم الله بها عليك، ان جعل لك عقلا، ان جعل لك سمعا وبصرا، وبأي قوة ركعت وسجدت، وبأي قوة نطقت، وبأي قوة صبرت وانشرحت على هذا لهذا النهج الذي نهجت فيه؟ لولا توفيق الله عز وجل لك لما سرت ولا خطوة واحدة، فأنت مدين لله عز وجل بطاعتك، أنت مدين لفضل الله عز وجل بعبادتك. عندما تعبد الله وتفرغ منها ينبغي أن تعلم أنك تحملت آثارا من فضل الله عليك. فبأي منطق تقول غدا بين يدي الله بل سأدخل الجنة بعملي؟ هل وفقت لهذا العمل إلا بلطف من الله؟ هل وفقت إلى هذا العمل إلا بكرم من الله سبحانه وتعالى؟ ولكن لما يقول الباري عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ هذا تمن من الله، إكرام من الله، جعلت هذا العمل بطاقة مرور، جعلت دخولكم الجنة بطاقة دخول. يكون الباري عز وجل يدخلني الجنة بهالأعمال البسيطة اللي عملتها واللي هو وفاني لها، هذا نفسه من فضله، وهذا نفسه من كرم وجوده. كونه يقول ايه فضل بهالعمل وهادخلك الجنة، وانت لما تطلع هيك والعمل مين اللي وفقك له؟ ومين اللي شرح صدرك له؟ ومين اللي يسر لك يا؟ وبيرجع بيقول لك رب العالمين فضل هاي العمل عملك خير الجنة. هو قال هيك، انت بتذكر بهالكلام؟ هو قال لك هذا الكلام، انت تنسى بهذا الكلام تفضل الله عز وجل عليك؟ هذا من لطفه، هذا من كرمه. اما الحقيقة فهذا ما يقوله سيد عباد الله على وجه الارض. من هو سيدنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يدخل احدا منكم الجنة عمله استقلالا. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فاللهم تغمدنا برحمتك، اللهم لا تكلنا إلى أعمالنا ولا إلى شرور أنفسنا، واجمعنا على ما يرضيك، والحمد لله رب العالمين.